وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الأكاديمية الوطنية للتدريب الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية أطلعنا على آخر تطورات جلسات الحوار الوطني اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الجلسة الخاصة المغلقة لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي ناقشوا فيه آخر ما خرج به الحوار الوطني في الأسبوع السادس والأسبوع الماضي للمرحلة الثانية للحوار الوطني. ربما أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني صرحوا اليوم للقناة الأولى والتلفزيون المصري ما دار داخل هذه الجلسة الخاصة اليوم، ومن أهمها بالطبع ما نوقش عن الجدول الزمني للجلسات المتخصصة للفترة المقبلة، بالإضافة أيضا لمواعيد عقد الجلسات العامة. ولكن الأهم كما ذكر الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والأستاذ جمال الكشكي، هؤلاء ذكروا اليوم عن النقاش الأهم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة والاستحقاق الخاص بالمواطنين، الاستحقاق الانتخابي الذي يأتي قريبا. نحن على وشك هذا الاستحقاق الانتخابي بناء على مواد الدستور 140 و141 و142 وأيضا المادة 87، هذه المادة الخاصة التي تعطي الحق لكل المواطنين سواسية بإجراء هذا الحق الانتخابي، وهي نظرا للجمهورية الجديدة والعملية الديمقراطية المعتادة في نظرا للإجراءات الانتخابات الرئاسية هذه المرحلة المقبلة. ولكن أيضا النقاش كان بالأهم لدعوة الخروج ببيان لدعوة المواطنين للنزول للانتخابات وقت عقد هذه الانتخابات أو وقت يعني وجود المرشحين، وأيضا دعوة للمرشحين المختلفين للمشاركة في هذه الانتخابات، خصوصا أن هذه الانتخابات ستكون لجميع المرشحين على مسافة واحدة، لا توجد تفرقة بين المرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا ما دعوا إليه حسب تعبيرهم اليوم في هذه الجلسة الخاصة المغلقة. بالإضافة لذلك أيضا كان هناك تفاصيل نقاشية حول آليات الخاصة بالانتخابات القادمة الخاصة بالهيئة الوطنية، ميعاد الدعوة للانتخابات، ميعاد الترشح، ميعاد فترة الصمت الانتخابي، ميعاد إجراء الانتخابات في حد ذاتها كل ذلك يعني كل هذه النقاط تمت مناقشتها بالفعل في هذه الجلسة التي انتهت بالفعل منذ قليل على أن يخرجوا ببيان مصغر لتوصياتهم للهيئة الوطنية للانتخابات لما سيحدث الفترة المقبلة. هذا أيضا بالإضافة للنقاش حول بعض النقاط الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وهذه كانت بالفعل خرجت بتوصيات للمرحلة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.